أنا ما أقول أنه واحد بكرة يفر إلى الجبال، لا، وإنما يفر من الدنيا الملعونة بقرار واحد. إذا أكو في ذمة شيء، إذا أكو في ذمة تبعات، يفر منها. إذا مطلوب للناس، إذا مطلوب لله سبحانه وتعالى، لا يخلي هذا في ذمته. هذا هين على المؤمن بإذن الله تعالى، بعون الله تعالى. إذا أكو قضاء عليه صلوات فالآن يقضيها، وإلا فد مرة واحد بالليل ينام وما يقوم،